السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على سوق تركيب السيارات في الجزائر وتداعيات يعني التوقيف الاستيراد تاع السيارات على يعني لو بارك اوتوموبيل لو بارك موبيل يعني تاع السيارات بارك رولون تاع السيارات. اذا احنا الان يعني السلطات في البلاد اوقفوا تصدير استيراد سيارات او استيراد اللي كيت نتاع السيارات والتركيب ويعني بصفه عامه اوقفوا السيارات الجديده تقريبا 99.99% لمده 4 سنوات. وهذا التوقيف وفر للجزائر ما قيمته 4 مليارات يورو كانت سوف تصرف لو استردنا هذه السيارات. اذا وفرنا ما لا يقل عن 4 مليار يورو. الحساب هذا يعني لي بازي على سعر السياره. اذا كنا نقيم سعر السياره عن الاستيراد تاع 100 مليون اي ما يقارب 5000 يورو للسياره، وباستهلاك او باستيراد او بتركيب حوالي 300 ألف أو 400 ألف سيارة في السنة على مدة 4 سنوات. إذا درنا هذه العملية الحسابية سوف نصل إلى الرقم نتاع 4 مليارات يورو تم توفيرها يعني نتيجة لهذا التوقف نتاع استيراد السيارات مركبة أو سيارات يعني مصنوعة في أوروبا. إذن هذا جانب إيجابي، لأن في الفترة تاع الماضية يعني في عهد الفترة القادمة يعني الماضية تاع عهد العصابة كانت سيارة يعني كان الناس تشيل السيارات، اللي عنده 50 مليون يروح يشيل السيارة. كانت السيارات الناس عنها السيارة عندها 4 5 سنوات يبيعها ويعاد يجيب سيارة جديدة. كانت العائلة الواحدة فيها كانت بعض العائلات عندهم 4 سيارات، سيارة للبنت، سيارة للابن، سيارة للزوجة، وسيارة للزوج. يعني كان فيه إسراف كثير في اقتناء سيارات على حساب أمور أخرى كالسكن وتوفير السكن ويعني الاقتصاد من أجل شراء قطعة أرض أو أشياء أخرى. كانت الناس تصرف أموالها في السيارات، وكانت يعني لي زاكسيدون سيركيلاسيون كانوا أطفال يعني يلعبون بالسيارات ويديروا كوارث في الطرقات. وهذه يعني وفرت هذه يعني كل هذه المشاكل قد تجاوزناها بفضل هذه القرار تاع التوقيف المونتاج تاع السيارات، اللي كان في الحقيقه كانوا المستوردين تاع لي كيت هذوك اللي كانوا داروا الشركه تاع المونتاج تاع السيارات هما المستفيد الاول، لان كل يعني المدخرات نتاع العائله الجزائريه كانت تذهب الى جيوب هذوك المستوردين نتاع السيارات، واللي كانوا يجيبوا لي كيت ويديروا المونتاج هنايا. اذا الامور تغيرت، وهذه خطوة مليحة لأنها نقصت من يعني الكمية الهائلة. يعني وفرنا على مدى 4 سنوات قريب 1 مليون سيارة كانت تستورد في 4 سنوات، من 1 مليون إلى 1 مليون و200 سيارة في 4 سنوات كانت تستورد لو استمرينا في هذه السياسة اللي كانت من قبل. إذن والعيب ما راش في الشركات، نعاودها ونقولها يعني بكل وضوح، العيب ما راهش في التركيب تاع السياره، لان التركيب اون اسكادي ولا السيستم اسكادي راه كل دول العالم يمشيو عليه، وما كاش شركه في العالم اللي تصنع السياره تعطيك تصنع السياره نتاعها حتى ولو ب 30 أو 40%. ما تسمحلكش، ما كاش شركه تعطيك نتايا باش تصنع السياره تاعها في بلادك. هذا محال من المحال مستحيلات السبع. يعني يعني صناعة التركيب نتاع السيارات هي صناعة صحية وجيدة،
وش هي؟ يعني هي في الأساس وش معناه؟ معناه أن المصنع تاع التركيب اللي كان موجود في ألمانيا إلون ديك لوكاليزي للجزائر. هذا ما كان يعني التركيب فيه يعني، حتى ولو المصنع موجود في بولونيا ولا في ألمانيا، والقطع تاع الغيار تأتي من كل حدب وصوب، ما تجيش من البلد المنشأ. قطع الغيار تأتي من مدن مختلفة وتجمع في مكان معين في ألمانيا ولا بولونيا ولا في تركيا ولا في رومانيا. احنا كان عندنا يعني مؤهلات باش ندير مصانع في الجزائر. هذا شيء إيجابي جدا ويعني ومفيد للاقتصاد الوطني. المشكل هو مشكل أخلاقي، أنا أقولها بكل يعني بكل صراحة. المشكل نتاع المصانع نتاع تركيب السيارات في الجزائر هو مشكل أخلاقي، قضية سرقة ونهب أموال وإخراج يعني وتضخيم الفواتير واستعمال النفوذ وما إلى ذلك. يعني قضية نتاع قضية أخلاقية كما قلت. هذا هو المشكل في القضية نتاع التركيب. لو كانت تتصفى وتكون فيه تفكير يعني تجاري، تفكير اقتصادي بالقوانين نتاع الاقتصاد والتجارة، ما يكونش هذه المشاكل هذه ومشي لأوسة، ويبقى السوق حر. اللي يبغى يشري سيارة مركبة في الجزائر فليتفضل، واللي يبغى يشري السيارة المصنعة في فرنسا ولا ألمانيا ولا في أي دولة يتفضل، تكون فيها منافسة حرة. هذه هي. واللي يأخذ الأموال ويحب يدير مصنع لتركيب السيارات وياخذ قروض من البنوك، لازم يوفي بالشروط نتاع القروض ويرجع القروض نتاعو. هذا ما كان، هذا هو البيت القصيد. الناس كانت تدي القروض وتقوفلي تدي قروض اكثر من ما تحتاج يعني المشروع نتاعها، وهذيك القروض تروح تتوجه الى امور اخرى خارج المبتغى نتاع القرض هذا. اذا هذا هو المشكل. اما قضية التركيب تاع السيارات هذه قضية صحية جيدة جدا، وهي احنا لازم نعاود نولي ليها، وفيها شروط يعني بشروط الجزائر، وتكون شروط سيادية، تكون شروط سيادية يعني توفير اليد العاملة الجزائرية وتوفير مناصب الشغل كذلك. وكذلك لازم السيارة هذيك تكون من الناحية التجارية السعر تاعها ما تكونش أغلى من السعر نتاع السيارة اللي تكون مركبة في البلد المنشأ أو بلد آخر. إذن هذا هو. ويكون فيها شروط نتاع الاستيراء نتاع يعني في التصدير، يعني لازم ندخل في مرحلة التصدير نتاع السيارات. عندنا سوق إفريقيا سي مارشي فيرج، ممكن احنا ندير سيارات نركبها هنا في الجزائر. ومع تطوير الاندماج، قضية الاندماج لازم تطلع من 10 20 30% نتاع نسبة الاندماج نتاع المنتوج والذهاب الولوج إلى الأسواق الإفريقية. هذا أمر يعني كهدف، هدف نبيل وهدف جيد، وسوف يضر بالفائدة كبيرة للاقتصاد الوطني. إذا هذه هي. وفيه هنا الآن يعني بمناسبة هذا الموضوع، يعني في الأيام هذه القليلة القادمة فيه محاولة من طرف الدولة لإعادة بعث المصانع نتاع تركيب السيارات في الجزائر، وخاصة كاين بعض المصانع اللي عندها نسبة الإدماج كبيرة وجابت وسائل نتاع التركيب كبيرة، جابوا دي روبو مصنع كيا بباتنا، جاب ماشي غير لو اسكادي، اكثر من لو اسكادي. من بعد احنا يبقى فين احنا من بعد تبقى القضيه في يدنا، نهار نفتح المصانع هذه ونمشيها ومن بعد القضيه تبدا في يدنا. اذا احنا اردنا ان نصنع بلدنا ونمضي الى اكثر يعني في السوق نتاع المناوله،
نطور المناولة تاعنا ونزيد ندخل في مجالات أخرى كما صناعة يعني صناعة بعض الأجزاء تاع السيارات. ممكن نطور الصناعة المناولة، لأن صناعة المناولة كبيرة جدا، فيها فروع كثيرة متنوعة من الإلكترونيك إلى صناعة الفولاذ إلى صناعة البنوماتيك، إلى فيها أمور كثيرة جدا. ممكن حنايا عندنا، إذا كان عندنا مصانع التركيبة هنا متطورة وتمشي جيدا، والسيارة يكون فيها يعني دخل، لازم الدخل يكون دخل، يعني مصنع التركيب هذا يدخل أموال، مش يتكل على الخزينة تاع الدولة، لازم يدخل، تكون مصنع حقيقة يوفر أموال ويوفر من ناحية السعر يعني للمستهلك الجزائري. لازم ندخلوا في هذا السوق بكل خاصة، ونحن يمكن الإمكانيات يعني من ناحية الجانب الإنساني، من جانب لو كوتي دو لا فورماسيون دي كومبيتونس، عندنا لي كومبيتونس في الجزائر، وعندنا كفاءات كبيرة، وعندنا الجامعات راهي تخرج المهندسين، وعندنا يد عاملة يعني كثيرة قوية كثير، قادرين ندير خطوات كبيرة في هذا الميدان. لازم على الإطارات المسؤولين تاع الدولة هذه يعاودوا يرولونسيو هذه المصانع، هذه خسارة يخلوا مصانع يعني كبيرة يعني وماتيريال كبير وعائلات كانت تعمل فيها، يعاودوا خاصة مصنع كيا ومصنع فولكسفاجن في غليزان ورونو وبوجو، وهذه مصانع نتاع في تاع انتموشنت، ومصانع نتاع كثيرة، تويوتا في تيارت وكذا. لابد أن نعود إلى تركيب صناعة تركيب السيارات بشروط جديدة وباحترام، خاصة احترام الـ يعني القوانين، يعني القوانين بحذافيرها، ويعني الابتعاد عن الغش والفساد في هذا الميدان. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.